استكملت جامعة الشارقة إجراء الامتحانات النهائية لفصل الربيع للعام الأكاديمي الحالي حضورياً في مقرها، وذلك للمساقات المتقدمة ومساقات الدراسات العليا والمساقات المعملية والإكلينيكية والكليات الطبية، فيما تستكمل إجراء الامتحانات للمساقات العامة مثل المتطلبات الجامعية افتراضياً باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية المتوفرة في منظومة إدارة المساقات الإلكترونية. وأكد سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة خلال تفقده سير وانتظام الامتحانات حرص إدارة الجامعة على تهيئة أفضل الظروف لأبنائها الطلبة لإجراء الامتحانات المقررة لهم مع تطبيق الإجراءات وتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة والخاصة باستقبال الطلبة. بدأنا امتحانات فصل الربيع للعام 2021 كافة طلاب وطالبات الجامعة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فالمساقات النظرية العامة فبقت عن بعد، أما المساقات الأخرى العملية المساقات السنوات الثالثة والرابعة كلها في داخل الجامعة في داخل الحرم الجامعي، أخذين بنظر الاعتبار الإجراءات الاحترازية والصحية كلها بدقة عالية جدا، فبالتالي عدد الطلاب اللي حيمتحنون في هذا الفصل أكثر من 10,000 طالب وطالبة، والامتحان صباحا ومساء على مدار اليوم كاملا في مواقع مختلفة من الجامعة، في الممرات، في القاعات الكبيرة، في المساحات الكبيرة، ماخذين التباعد والإجراءات الاحترازية بشكل دقيق ومتميز جداً.